السلام ورحمة الله وبركاته. إوا غبرة غا في الدنيا وهادشي اللي كاين. كنت مسافرة عند بنتي لفرنسا ودخلت الميدان الفني ما غبراش، كنلعب مداولة مع الأستاذة حفوظ وهادشي اللي كاين. ما بقاوش كيبغاو يعيطوا لينا، ما كيعيطوش لينا، كيعيطوا غير على من بغاو، على اللي عنده صديقته واللي عنده اخته واللي عنده. هادشي اللي كاين، هاد الميدان غادي غادي اللور اللور سبحان الله العظيم. والرسالة ديالي اليوم كنقول لهاد المخرجين يتفكروا شوية، هاد الناس الكبار اللي مساكن ما خدامينش وقاعدين وعطاو في حياتهم كاملة عطاو، ولكن هاد البرغوتات دابا اللي باينين يخلطوا دابا. علاش كاينين بنات المعهد العالي تا مرة ما كيخدموش، يقلبوا دابا على الصغير يلاقيهم مع الكبير باش يكون داكشي زوين، ولكن نقز هنا نقز هنا نقز هنا، راه داكشي ما كيبغيش الجمهور. دابا اللي لقيتيه ولا ركبتي في الطاكسي تيقول لك الا لا، اش هادشي كيدوز التلفازه؟ الله يستر عليك، اشنو هو هادشي حالته؟ ما كاينش شي مسلسلات وشي حاجه زوينه وشي ما هادشي ما بقاش تيعجب. هادشي اللي كاين. وهاد الفنانين اللي ولاو دابا انا ما كنحسبهمش فنانين، لان اللي كيبدا فنان هو ولد المعهد العالي كيتخرج وكيكون تبارك الله قاري وبخير. وهاد الفنانين اللي كيبداو غير من هنا لهنا، هاكا واحد كيعرف وحده كيجيبها كتخدم بجوج فرانك ايوا تزيد تخدم وتعاود تخدم وكاع الخدمه كديرها، هذا هو المشكل. لا ما كنتفرجش الافلام ديال عيوش جريئة، ولكن خدمت معاه بحنا جيران، كانت الخدمه زوينه وكانت غدا مزيان، ولكن هادشي الجري انا ما كنقدرش عليه وما نبغيش نشوفه. وهادشي الله يهديهم وصافي، الله يهديهم، هادشي اللي غادي نقول لك. لا ما نقدرش، انا عندي ولادي كبار كنحترم، وليداتي وليداتي كنحترم، كنحترم الجمهور المغربي كيحبني، ما عمره ما شاف عليا شي حاجه خايبه صراحه نقولها لكم. المسرح تبهدل في المغرب، فين هو المسرح؟ ما بقاش المسرح، ما بقاوش الناس كيمشيو للمسرح. كان المسرح كنت انا خدمت في مسرحيه قولوا العام زين، انا ودا السكين وميلي ود الحبيشي، كان المسرح تقريبا ما نقولش لك الرباحات اللي كانت كطيح على ديك المسرحيه اللي لعبت فيها. انا لعبت فيها واحد الدور واعر صراحه. ايه ان شاء الله انا غادي نشارك، عندي واحد المسرحيه ديال الطلبه مع نوالي فاطمه ومع السبتي الرئيس ديالنا النقابه. يلا عندي ان شاء الله هاد السيمانه غنبداو ليزيطاليان ندربوا عليها وان شاء الله نخرجوا بها، يعني مسرحيه ماشي شي حاجه، مسرحيه زوينه. لا انا الاعتزال ما نتفكروش، انا هادشي عندي راكب ليا في الدم، بقى تنموت وانا هكا خدمت ولا ما خدمتش، انا دائما ما نقدرش نفرق عليا الفن. هاد المجال وهاد الميدان الفني هذا شرجم كيكون عنده كادر وجاجه، الا حافظتي على داك الشرجم وديك الجاجه كيبقى محافظ، ما حافظتيش كتهرس هذيك الجاجه وكيتهرس كلشي. خاصهم يحتافظوا على هاد الميدان، اجيو دخل 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 بصباطيكم، ادخل خرج بصباطيكم، ادخل هادشي ما صافا با، ما غادي شي مزيان. كنقول الفنانة لبنى بيضار، انا ما قلتش هاديك شي من عندي، جاو شي وحدين كيقولوا صحفيين هما لا علاقة لهم بهاد الصحافة، غير دايرين داك الميكرو كيدورو شدوني في الزنقة، هما اللي داروا لي هادشي وانا ما خصنيش نقرب ليها. الله يعاونها، هذاك الشيء شغلها. غير حنايا الكلام اللي قلت حنا دولة اسلامية، هادشي اللي قلت ما نقدرش. واش غادي نقول لك؟ ماشي غير انا اللي قلت على لبنى، كلشي الجمهور تقريبا راه هضر على لبنى، ماشي لوموني غير انا نعيمه بوحماله، ولا هضرت عليها هي راه ردت عليا، حتى هي دارت الرد ديالها. عندي 8 بني تاسع عطاهم لي الله هذوك، وبنيتي تا هما راه كبروا عطاهم لي الله فوق الصحه، ودابا ان شاء الله كنفكر عاوتاني باغا نتبنى شي بنيه اخرى. انا عزيزين عليا الاطفال، واخا معايا دابا الاحفاد ديالي عندي جوج حفيدات بنيات كيعيشوا معايا وكتعيش معايا امهم،
وتنفكر لان هذا بحال اجر، لان لا ربيتي شي ولد ولا شي بنت كديري اجر عند الله. بحال مثلا واحد كي على اللي شفت انا، حنا كتكون مربين مشه، يعني هذيك المشه ديري ليها بحال بنادم، كتاكل غير الماكله من عند الحانوت كيعوموها. كنا دايرين ليها الرضاعه، عمرك شتي هاد الشيء؟ صابتها بنتي كتباع في عين الدياب وبقات فيها صغيوره، جابتها. دابا هذيك المشه عايشه بحال بنادم، بحال ما بقى غتهضر معاك، سبحان الله العظيم. انا فكرت قلت هاد البنيتات اللي كبروا، انا بغيت نربي بحال هذيك المشه، بغيت نربي بنيه بحال المشيشه غتبرك وتكبر. ما يمكنش غادي ندي معايا عرام ديال الاولاد، ما يمكنش. نقدر ندي معايا بنتي الحفيده، كنديها معايا بعض المرات، ندي معايا البنيه الاخرى الكبيره، وندي معايا هاد البنيه اللي والده هاد البنيات، هذيك كنت كنديها معايا، جراها معايا ديما كنديها معايا. هادشي اللي كيكونوا بعقلهم، كيقعدوا ما كينوضوا ما والو، البلاطو كيدوز بخير وعلى خير. كنشكركم وكنشكروا البرنامج ديالكم، ونتمنوا لكم ان شاء الله النجاح، ونتمنوا لكم ان شاء الله مستقبل كبير، والله يوفقكم. هادشي اللي تنقول.